الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا في برنامج استوديو الحدث. إلى العناوين: إسرائيل تتسلم قوائم أسرى جديدة في يوم الهدنة الثالث قد تضم أمريكيين، وحماس تتهم تل أبيب بالتلاعب. شبهات حول سرقة إسرائيل أعضاء من جثث في غزة، ونيويورك تايمز تتحدث عن وتيرة قتل تاريخية. صور توثق ما فعلته إسرائيل في مستشفى الشفاء، وآثار الدمار شاهدة على الاجتياح. وهذه مهمة تصديت لها أنت شخص. الحرب في السودان تدخل شهرها السابع، وعضو بمجلس السيادة يدعو البرهان للحل السلمي فوراً. تونس تتأهب بسبب حمى غرب النيل القاتلة، وفاة وعدة إصابات حتى الآن في مختلف أنحاء البلاد. أهلا بكم مشاهدينا. قالت صحيفة يدعوت أحرانوت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن قائمة الدفعة الثالثة التي قدمتها حماس تضم 13 محتجزا، مشيرة إلى أن هناك توقعات بالإفراج عن محتجزين أمريكيين لدى حماس ضمن الدفعة الثالثة. وبهذا تقول يدعوت أحرانوت إن حوالي 200 من المحتجزين لا يزالون بحوزة حماس. يأتي هذا بعد أن نقلت شبكة CNN أن مسؤولين أمريكيين القول إن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بخيبة أمل لعدم إطلاق سراح أمريكيين ضمن عملية التبادل بين إسرائيل وحركة حماس. وقال أحد المسؤولين إن هناك قلقا مشتركا من أن حركة حماس ستبقي 3 أمريكيين مزدوجي الجنسية حتى اليوم الرابع من الهدنة، وذلك لتشجيع واشنطن على الضغط على إسرائيل للدخول في هدنة ممددة. وقد دخلت الهدنة بين حماس وإسرائيل يومها الثالث، ومن المقرر إطلاق دفعة جديدة من الأسرى والمحتجزين في وقت لاحق من اليوم. ونقل إعلام إسرائيلي عن مصدر مطلع قوله إن إسرائيل تلقت قائمة المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم اليوم الأحد. وقالت الصحيفة إن إسرائيل بدأت إبلاغ أسر المحتجزين المدرجة أسماءهم على القائمة التي سلمتها قطر الوسيط في عملية تبادل الأسرى. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استلام قائمة أسماء الأسرى المتوقع إطلاق سراحهم بحسب صحيفة هارتس الإسرائيلية. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كان أي من الأمريكيين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الثالثة. Goodbye. Wake up. Goodbye. Keep waiting. Yeah.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن إضراباً شاملاً عم مدينة جنين بالضفة الغربية، وذكرت المصادر أن الإضراب الشامل يأتي حداداً على أرواح قتلى المدينة ومخيمها في هجمات لقوات إسرائيلية، وذلك بعد اقتحامها جنين الليلة الماضية وتنفيذها حملة اعتقالات، إلى جانب قصف طائرة مسيرة منزلاً ما أدى إلى مقتل 6 بينهم طفل. في الجيش الإسرائيلي قتل في الضفة 7 فلسطينيين، 6 منهم خلال اقتحام واسع لمخيم ومدينة جنين، حيث طوقت القوات الإسرائيلية مشافي المدينة وهاجمت المخيم بالجرافات والطائرات المسيرة. وأفاد مراسل الحدث أن الجيش الإسرائيلي اختطف عددا من الجرحى من سيارات الإسعاف، أحدهم تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية قتل مستوطنين في بلدة حوارة قبل عدة أشهر، وقد أسفرت العملية إضافة للقتلى عن دمار كبير في شوارع المخيم وبعض البيوت. وأكد مراسل الحدث أن القوات الإسرائيلية انسحبت بشكل كامل من جنين بعد أن استمرت عملية الاقتحام نحو 12 ساعة، وكانت قد حاصرت معظم مشافي المدينة، واستخدم الجيش الإسرائيلي الجرافات في اقتحام المخيم، وشن عبر طائرة مسيرة 6 غارات داخل المخيم استهدفت المقاتلين والمنازل. مشاهدينا، ننتقل إلى مراسلي الحدث من رام الله. ينضم إلينا عبد الحفيظ جعوان، ومن الحدود الشمالية الإسرائيلية اللبنانية معنا موفدة الحدث رفاه السعد. أهلا بكما، سأبدأ معك رفاه، كيف تبدو الأجواء حيث أنت الآن على الحدود؟ تفضلي. نعم تهاني، الهدوء الحظر يخيم على هذه الجبهة الشمالية والمناطق الحدودية حاليا منذ الصباح الباكر. طبعا قبل قليل كان هناك بيان لرئيس المجلس الإقليمي للمنطقة الشمالية حذر فيه السكان والمواطنين والمستوطنين من العودة إلى هذه المناطق الحدودية والمستوطنات، حيث قال البيان أن الخطر لا يزال قائم وأن هذه المنطقة لا تزال غير مؤمنة، خاصة وأن شهدنا في 72 ساعة الماضية أنها لم تكن ضمن الهدنة المتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، عندما شهدت عددا من الضربات والقصف المتبادل. وأكد أنه لا يمكن العودة لهذه المناطق لأنها لا تزال مهددة، خاصة من جانب حزب الله، ودعاهم حفاظا على أمنهم وسلامتهم أن يكونوا بعيدين لغاية أن يصدر بيان رسمي حكومي يعلن أنه هناك عودة لهذه المناطق. طبعا هذه المناطق أغلبها أخليت، نتحدث عن 60,000 شخص غادروا هذه المناطق بأمر حكومي، والبعض الآخر غادر طوعا خوفا وحرصا على سلامتهم. طبعا أيضا يوم أمس تهاني شهد ليلا كانت هناك موظفين من الشركة الشمالية للكهرباء اتجهوا برفقة عدد من الجيش الإسرائيلي لحمايتهم لإصلاح وصيانة الأعطال التي سببها القصف الكهربائي، في محاولة منهم لإعادة تشغيل كاميرات المراقبة الموجودة على الحدود التي تدمرت بسبب القصف. نعم. وأيضا كان هناك تمشيط ليلا برا وجوا. نعم تهاني. نعم. طيب سأنتقل حيث التطورات المستمرة في رام الله عبد الحفيظ جعوان. عبد الحفيظ لك أن تطلعنا، هل ما زال الجيش الإسرائيلي متواجد في الضفة الغربية بعد اقتحامه لمخيمات في جنين؟ وماذا عن محاصرة بعض المستشفيات أيضا في جنين؟ ما الذي يجري تحديدا؟
عم تهاني، انسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من جنين والمخيم، ولكن طبعا هذا لا يضمن أن يعود في أي لحظة وفي أي دقيقة. شهدنا خلال الأسابيع الماضية اقتحامات وتوغلات داخل المدن والقرى، خلال النهار أيضا الجيش الإسرائيلي متواجد بكثافة في الضفة الغربية في معسكرات وعلى نقاط تفتيش وفي بعض المستوطنات، ويقتحم المدن والقرى خلال الليل وخلال النهار. في جنين التطور اللافت كان يوم أمس، وخلال الأسبوع الماضي شهدنا نفس الأمر، أن الجيش بات يطوق ويستهدف المشافي في المدينة ويقوم باعتقال جرحى فلسطينيين عندما يخرجون من الاشتباكات بسيارات الإسعاف. أحدهم كان أسامة بني فضل، وهو الذي تتهمه إسرائيل بالمسؤولية عن قتل مستوطنين قبل 3 أشهر في بلدة حوارة جنوب نابلس، والشاب كان مطاردا بشكل كبير خلال الأشهر الماضية. إسرائيل كثفت من عملياتها في مدينة جنين، أكثر من 50 فلسطينيا قتلوا في جنين والمخيم منذ 7 أكتوبر، وتقول إسرائيل أن هدفها هو تفكيك بعض الخلايا المسلحة الموجودة سواء في جنين أو طول كرم أو نابلس أو بعض المدن الفلسطينية التي بدأت تظهر مؤخرا. على كل حال، العملية العسكرية في جنين أسفرت عن مقتل 5 فلسطينيين، واستخدمت مرة أخرى الطائرات بدون طيار وطائرات الدرون في قصف جوي بشكل مكثف داخل المخيم خلال هذه العملية أيضا. طيب عبد الحفيظ، يعني قبل ساعتين تقريبا من الآن كنا نتحدث من الأخبار العاجلة بأنه الجيش الإسرائيلي كان يطوق ويحاصر إحدى المستشفيات في الضفة الغربية، هل من تفاصيل؟ لا، هي كانت مستشفى جنين الحكومي، وخرج الجيش بعد أن انتهى من تطويق هذا المستشفى واعتقال بعض الجرحى الفلسطينيين الذين مصيرهم مجهولا حتى هذه اللحظة، لأن بعضهم كانت إصابته خطرة. نعم، شكرا من رام الله عبد الحفيظ جعوان، وأيضا من الحدود الشمالية الإسرائيلية موفدة الحدث رفاه السعد، شكرا جزيلا لكما. ها استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا إسرائيل تفرج عن 39 امرأة وقاصرا فلسطينيا بينهما الأسيرة إسراء جعابيص. ثلاثة صواريخ و25 طائرة، 67 ضربة برازمات الصواريخ. حرب المسيرات مفتوحة. ما الذي يحصل في كييف الآن؟ كيف تبدو تلك الاستعدادات وما تلك المحاور التي يمكن أن يأتي منها الهجوم الروسي هذه المرة؟ هناك حشودات في خرسون على أطراف الضفة الجنوبية من نهر دينيبرو. نحن أمام مرحلة جديدة في هذا الصراع. المنجل الاستراتيجي الروسي سيبقى كما هو. وهذه المرة الأولى التي تتعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم. هل يخشون من أن روسيا يمكن أن ترد في مناطقهم؟ كان هناك تدخل أمني شديد خاصة بعد سقوط مسيرتين فوق مبنى الكرملين. هناك نوع من التضليل في هذه الحرب. هل من الممكن أن نشهد تغيراً في شكل المعارك على الأرض؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. إسرائيل تتلقى قائمة بأسماء المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم اليوم في إطار الهدنة بين إسرائيل وحماس في يومها الثالث. موقع ذا انترسبت الأمريكي يكشف عمليات سرقة طالت معدات عسكرية حساسة في القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا، بينها صواريخ موجهة وطائرة مسيرة.
مصدر يمني يكشف للحدث أن خلية إلكترونية انتحلت صفة وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك مستهدفة عدة ضحايا داخل البلاد وخارجها خلال الأشهر الماضية، ونجحت في جمع مليون دولار. وزارة الدفاع الروسية تقول إن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض 9 طائرات دون طيار أوكرانية فوق أراضي 4 مناطق في المنطقة الفيدرالية المركزية. استطلاعات رأي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز تظهر تقدم المترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب في 4 من الولايات المتأرجحة 6 على حساب الرئيس الحالي جو بايدن. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس إن الحركة حريصة على إنجاح اتفاق الهدنة برعاية قطرية مصرية، مشددا على الالتزام به طالما التزمت إسرائيل فيه، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تلتزم بكافة بنود الاتفاق منها التلاعب بقواعد الأسماء المتفق على إطلاقها ما يعرض الاتفاق للخطر. حمدان قال إن مجموعة ما وصل من شاحنات الإغاثة إلى شمال القطاع أقل من نصف المتفق عليه. نؤكد حرصنا على تنفيذ وإنجاح الاتفاق الذي تم برعاية قطرية مصرية مشكورة ومقدرة، ونؤكد التزامنا بما فيه طالما التزم العدو بتنفيذه، ونؤكد أن الاحتلال حتى اللحظة لم يلتزم بتنفيذ كامل البنود والمعايير في اتفاق الهدنة، سواء بخصوص الخروقات الأمنية وإطلاق النار على أبناء شعبنا أو عدد شاحنات الإغاثة المفترض وصولها لشمال القطاع، أو التلاعب بأسماء ومعايير الإفراج عن الأسرى من النساء والأطفال، مما يعرض الاتفاق للخطر. وقد أبلغنا الوسطاء بهذه التجاوزات ليتحمل الوسطاء مسؤولياتهم. إن مجموع ما وصل من شاحنات إغاثة ومساعدات يوم أمس واليوم وصل 340 شاحنة، ما وصل للشمال منها 65، وهو أقل من نصف ما كان متفقا عليه. مشاهدينا، توازيا مع ما يجري على الأرض، لم يتوقف الجدل منذ سنوات طويلة حول تقارير عن مشروع توطين فلسطيني قطاع غزة في سيناء وإعلان الدولة الفلسطينية هناك. ومنذ بدء حرب إسرائيل في غزة تصدر خبر محاولات إسرائيل المستمرة إجبار الفلسطينيين بالقطاع على النزوح والفرار تجاه مصر تمهيدا لتوطينهم في سيناء. هذا المخطط الإسرائيلي لتهجير فلسطيني غزة إلى سيناء قديم، وبدأ التفكير فيه منذ بداية السبعينيات، لكنه توقف بعد حرب 6 أكتوبر عام 1973. وفي بداية العام 2000 أعيد التفكير فيه بصورة جدية، حيث اقترح الجنرال الإسرائيلي جيورا آيلاند تطوير المقترح الذي سمي باسمه على أن يتم تنفيذه اعتبارا من العام 2005. لكن من هو جيورا آيلاند؟ وما الذي اقترحه جيورا آيلاند؟ جيورا آيلاند هو جنرال إسرائيلي شغل منصب رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي. الجنرال الإسرائيلي هنا اقترح مضاعفة مساحة غزة البالغة حاليا 365 كيلومترا مربعا إلى 3 أضعاف، وذلك بضم قرابة 700 كيلومتر مربع أو أكثر من سيناء لتوطين فلسطيني غزة فيها. المخطط كان يستهدف اقتطاع مناطق من سيناء تشمل جزءا من الشريط الممتد بنحو 24 كيلومترا على طول شاطئ البحر المتوسط من رفح غربا حتى العريش وبعرض 20 كيلومترا داخل سيناء، إضافة إلى شريط يقع غرب كرم أبو سالم جنوبا ويمتد على طول الحدود بين إسرائيل ومصر. ووفقا للمخطط الإسرائيلي سيمنح بذلك قطاع غزة أو سيمنح في شكله الجديد إمكانية إنشاء مطار دولي على بعد 25 كيلومترا مربعا من الحدود مع إسرائيل.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل بناء مدينة جديدة تستوعب 1,000,000 شخص على الأقل. لكن ما هو المقابل الذي سيدفعه الفلسطينيون وفقا لخطة جيورا آيلاند؟ الفلسطينيون هنا سيتنازلون عن 12% من أراضي الضفة الغربية التي ستضمها إسرائيل إليها، والتي تشمل الكتل الاستيطانية الكبرى وغلاف مدينة غزة، بينما ستحصل مصر من إسرائيل وفقا للخطة على منطقة في جنوب غربي النقب توازي تقريبا مساحة المنطقة التي ستتنازل عنها. وسيسمح أيضا لمصر وبحسب مخطط جيورا آيلاند بارتباط بري بينها وبين الأردن عبر نفق طوله 10 كيلومترات على بعد 5 كيلومترات من إيلات بسيادة مصرية كاملة. اقتراح آيلاند هنا ظل حبيس المشاورات الإسرائيلية الأمريكية، حتى اقترح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي توسيع غزة عبر أراضي سيناء، وهو الأمر الذي أكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أحد خطاباته، حيث كشف عباس أن مرسي عرض عليه توسيع غزة ب 1,600 كيلو متر مربع آنذاك، لكن الرئيس الفلسطيني رفض. لمناقشة هذا الموضوع من القاهرة ينضم إلينا السفير طارق عادل، مساعد وزير الخارجية المصري السابق. أهلا بك معنا سيد طارق. أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني قبل أن أذهب عن مشروع جيورا آيلاند، أريد أن أعرف الرأي المصري الحالي في مشروع جيورا آيلاند، وكيف يمكن لمصر أن تقاوم هذا المشروع المدروس والمخطط له منذ سنوات طويلة؟ يعني مثل هذه الأفكار والأطروحات ليست بجديدة، ولكن مصر عبرت في أكثر من مناسبة عن موقفها من مثل هذه الأطروحات، فهو أمر بالنسبة لنا هو أمر مرفوض تماما ويعتبر خط أحمر. الأراضي المصرية ليست للبيع ولا للتبادل مع أحد. مثل هذه الأطروحات أو الأفكار الهدف منها معروف، هو تصفية القضية الفلسطينية من خلال تصديرها إلى الدول الجوار، وهذا أمر كما ذكرت مرفوض ويعتبر خط أحمر بالنسبة لمصر. ليس فقط مرفوض بالنسبة لمصر، بل أيضا هو مرفوض فلسطينيا وإقليميا ودوليا، وهناك تفهم كبير لدى الأطراف المختلفة بجدية الموقف المصري وبرفضها لمثل هذه المشاريع. ولكن هناك أخبار متداولة حتى الآن لم تتضح صحتها، يعني احنا نسأل حضرتك عنها، بالنسبة بالضغط او يعني تلويح ورقة تسديد ديون مصر مقابل القبول بتهجير يعني مواطني الضفة الى سيناء، الى اي مدى مصر ممكن تضعف امام الورقة الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها ويعانيها الجنيه المصري؟ ببساطة شديدة، مصر لا تساوم على سيادتها، هذه أراضي مصرية وستظل أراضي مصرية. أما فيما يتعلق بالمساعدات والوضع الاقتصادي فهذه مسائل نتناولها مع شركائنا بشكل منفصل عن هذه القضية. نعم. طيب بالنسبة للهدنة، نحن اليوم في اليوم الثالث لهذه الهدنة التي تشارف على الانتهاء يوم غدا، ما هو الدور الذي تلعبه مصر في محاولة تمديد الهدنة لفترة أطول والإفراج عن عدد أكبر من المحتجزين لدى الطرفين؟ بالفعل مصر منغمسة بشكل مكثف وجدي في اتفاق الهدنة الإنسانية، ونقوم بذلك مع أشقائنا في قطر، وقد تمكننا بالفعل إلى الاتفاق على هدنة إنسانية، ونأمل أن تؤسس هذه الهدنة الإنسانية لتزيد عن مجرد ساعات أو أيام، ليكون اتفاق شامل وكامل ودائم لوقف إطلاق النار. نعم. طيب يعني الآن هناك كان حديث بأنه مصر تحكم قطاع غزة أو شمال قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، ولكن هذا المقترح وجه بالرفض من جانب مصر. ما هو موقف مصر إن عادت حماس لحكم القطاع مرة أخرى بعد هذه الحرب الشرسة عليها من إسرائيل؟ الوضع في غزة سيكون وضع صعبا جدا،
وعلى الفلسطينيين نفسهم التوصل لصيغة أو أسلوب لإدارة غزة مرة أخرى بعد هذه الحرب. لابد أن يكون هناك إدارة فلسطينية لقطاع غزة يمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حياته الطبيعية. نعم، يعني من تقترح إذا كانت السلطة الفلسطينية أيضا هي الآن في هذا التوقيت ترفض إدارة القطاع؟ هذا ربما يكون هذا في الوقت الحالي نتيجة أن الحرب ما زالت قائمة في غزة، ولكن بعد تسوية هذا الوضع سيكون هناك حديث عن انتقال السلطة الفلسطينية ربما مرة أخرى إلى قطاع غزة لإدارتها. نعم، حماس تقول إن إسرائيل لم تلتزم بكافة بنود هذا الاتفاق ومنها التلاعب بقوائم الأسماء، وأيضا قبل قليل كنا نتحدث عبر الإعلام الفلسطيني بأن هناك طائرات حربية وطائرات استطلاعية تحلق في سماء وسط القطاع. ما هو موقف مصر هنا، وهل مصر تلعب دور المراقب على هذه الهدنة؟ ليس جديد أن تراوغ إسرائيل في تنفيذ الاتفاقيات من هذا النوع، ونحن نتوقع قيامها بذلك. لذلك كنا حريصين كل الحرص على أن نكون منخرطين بشكل مكثف وضمان عدم تلاعب إسرائيل بمثل هذه الهدنة الإنسانية، وقد نجحنا مساء أمس في التوصل إلى القوائم التي يتم على أساسها تبادل الأسرى والمحتجزين. نعم، طيب سيد طارق، يعني مصر لعبت دور كبير في إدخال المساعدات الإنسانية واستقبال الخدش في معالجتهم، هل سيستمر هذا الدور لمحاولة جلب ويعني مساعدة وتقديم العون والمساعدة الطبية والإنسانية لعدد أكبر من الفلسطينيين سواء كانوا خدج أو يعني بالغين أيضا؟ بالتأكيد ستستمر مصر في تقديم العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، هذا أمر مفروغ منه، ونأمل إلى جانب هذا أن نتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يسمح بتقديم مزيد من المساعدات والدعم الإنساني لقطاع غزة الذي هو في أمس الحاجة له. لقد مر أكثر من 50 يوم على هذه الحرب المدمرة، وهذه المساعدات التي تصل غزة لا تشكل يعني 0.25% من الاحتياجات لسكان قطاع غزة، وهذه المساعدات لابد أن تزيد لأن النازحين الفلسطينيين يزدادون يوما بعد يوم، والضحايا الذين يسقطون يتزايدون يوما بعد يوم، وهو ما يعني أن هذه المساعدات لابد أن تزيد لتتواكب مع هذه الأرقام المخيفة. طيب سيد طارق، ما هو التصور الذي سيكون عليه شكل القطاع بعد عملية التمشيط العسكري التي قام بها الجيش الإسرائيلي في شماله؟ يعني حتى الآن لم يتم توضيح الصورة، ما هو مصير هذا القطاع؟ إذا كانت إسرائيل تريد هزيمة حماس، هل ستتمكن فعلا بذلك هزيمة حماس أيضا؟ يعني حماس هي فكرة وعقيدة طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، فالفكرة أو العقيدة لا يمكن أن تموت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، هذه قضية احتلال، وطالما بقي الاحتلال سيتم استمرار وجود مقاومة فلسطينية. فيما يتعلق بقطاع غزة فكما نشاهد يوميا القطاع أصبح في شكل دمار كامل، وهو ما سيتطلب خلال الفترة القادمة عملية لإعادة إعمار واسعة، وهذا هو ما نأمل أن نبدأ فيه بشكل سريع بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
طيب سيد طارق، هناك من يقول بهذه العملية العسكرية بمعنى الخريطة قبل 7 أكتوبر ليس كما بعد انتهاء الحرب. ما هو تصوركم لشكل المنطقة بعد هذه الحرب؟ لأنه كثير من التقارير تتحدث بأن هناك رسم خريطة جديدة يدخل في محورها سوريا، يدخل في محورها أيضا لبنان، لا يقتصر الأمر على غزة. ذكرت مصر وآخرين كثيرا مرارا وتكرارا أن عدم التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين سيعود بنا مرة أخرى إلى ما نحن بصدده الآن. يعني هذه الأحداث والحرب على غزة إن لم نتوصل إلى صيغة يمكن من خلالها للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني العودة إلى مائدة المفاوضات فسنعود مرة أخرى سواء بعد شهر شهرين 3 شهور إلى ما نحن بصدده الآن. نعم. فلا بد أن يعقب هذه الحرب العودة إلى مفاوضات السلام مرة أخرى بين الطرفين في محاولة للتوصل إلى صيغة تضمن حل الدولتين. يعني ما زال موضوع حل الدولتين مطروح على الطاولة، ولكن هذا الحل لم تلتزم به إسرائيل لسنوات طويلة. ما الذي يضمن بأنه قد تفضي هذه الحرب إلى الدخول في هذه المرحلة من السلام؟ الحرب الحالية في غزة قد كشفت أن هناك حاجة ماسة إلى التوصل إلى حل الدولتين، وأعتقد أن الآن ربما وجهة النظر الإسرائيلية من مسألة حل الدولتين سيختلف، لأن إسرائيل لا تستطيع أن تواجه مثل هذه المشكلة مرة أخرى، وأن السلام هو الضمانة الوحيدة لأمن وسلامة إسرائيل. نعم، أشكرك ضيفي من القاهرة السفير طارق عادل مساعد وزير الخارجية المصري السابق، شكرا جزيلا لحضرتك. ضمن التبادل الأخير، أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وقاصرا فلسطينيا بموجب اتفاق هدنة مع حماس دخل حيز التنفيذ الجمعة، وكانت إسراء جعابيص أبرز المفرج عنهم. إسراء جعابيص أدينت بتفجير اسطوانة غاز في سيارتها على حاجز عام 2015 ما أدى إلى إصابة شرطي وحكم عليها بالسجن 11 عاما، كما أصيبت جعابيص بحروق تغطي 50% من جسدها وفقدت عددا من أصابعها. نقل مراسل الحدث عن مصادر إسرائيلية قولها إن جنود الجيش في محيط غزة يشاهدون عناصر حماس ليلا من مسافة قريبة على الحدود ولا يستطيعون فعل شيء حيال ذلك نتيجة الهدنة. الملفت هو أن ما يقوله بعض الجنود من شهادات للإعلام الإسرائيلي بأنهم في الليل يشاهدون مقاتلي القسام يتجولون
ولا يتلقون إذنا من قياداتهم بفتح النار. هذا أمر ملفت في المنطقة الشمالية، هذا حدث تحديدا كما يروي الإعلام الإسرائيلي على الأقل، وصحيفة دعوت أحرنوت اليوم خرجت بهذا الموضوع بأن الجنود الإسرائيليين بالفعل يشاهدون المقاتلين من مسافة قريبة ولكن لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا حيال ذلك. الأمور متماسكة لجهة الهدنة. مشاهدينا، هذه صور كما تشاهدونها الآن تصاعد الدخان من قطاع غزة. بعض الأخبار تقول بأنها من مخلفات الحرب التي تم انفجارها قبل قليل. طبعا ما زالت الهدنة سارية حتى هذا اليوم، اليوم الثالث مع تبادل عدد من الأسرى بين الجانبين، وهناك معلومات بأنه في محاولات لتمديد الهدنة لفترة أطول وأيضا الإفراج عن عدد أكبر من المحتجزين، ولكن ما زالت المباحثات قائمة حتى الآن، لم يتم تأكيد هذا الخبر. إذن هذا الدخان يتصاعد نتيجة انفجار إحدى مخلفات الحرب في المرحلة السابقة. استديو الحدث مستمر وفيه أيضا شهر سابع من حرب السودان ولا حل يلوح في الأفق. اشتباكات أسفرت عن مقتل 27. مشهد الاختطاف يتكرر بالدولة الليبية. هذه المسألة ستتكرر طالما أن السلاح منفلت في أيدي غير منضبطة. جهاز الردع كان قد سلم محمود حمزة. الاشتباكات لا تزال مستمرة. هناك أطراف تريد أن تفرض نفسها. إذن هل أوامر القبض طلعت من أجهزة الدولة؟ الصراع هو صراع نفوذ. ما شكل طريقة تسليم آمر اللواء 444؟ ولا توجد في ليبيا موزع عسكري حقيقي. كيف يمكن وصف الأجواء الآن؟ هذه الميليشيا تتفق على هدف واحد وهو رفض قيام الدولة الليبية. إلا بد أن تكون هناك سلطة واحدة في طرابلس وبعدها يمكن التسوية على مستوى ليبيا بشكل كامل. ليس هناك جهة محايدة في ليبيا سيدي. في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أفاد مراسل الحدث بسماع دوي انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي قرب مقرات عسكرية في العاصمة الخرطوم، وأضاف أنه رصد تصاعدا لأعمدة الدخان من الأحياء المحيطة بسلاح المدرعات التابع للجيش جنوب الخرطوم ومن الأحياء الغربية لمحيط المدينة الرياضية أيضا، مع أصوات إطلاق نار متقطعة من أسلحة متوسطة. يأتي هذا بينما دخل الصراع بين طرفي القتال في السودان، دخلت اليوم شهرها السابع دون توقف ودون أفق للحل. مشاهدين، في تطورات الملف السوداني ورسالة عضو مجلس السيادة السوداني السابق محمد الفكي لقائد الجيش السوداني، نتابع التفاصيل مع الزميلة ميس الحربي. تفضل يا ميس. هلا بك تهاني. بالفعل هناك تصريحات سودانية جديدة بشأن الملف السوداني في الشهر السابع للحرب السودانية السودانية. هنا تحدث القيادي في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي محمد الفكي سليمان عن الوضع السوداني العسكري والسياسي أيضا، مؤكدا أنه لا بادر لأي نصر عسكري حاسم سواء للجيش أو الدعم السريع.
وهو ما ذهبت إليه تحليلات الخبراء وتوقعات السياسيين، وأن القتال المستمر أنهك القوتين المتقاتلتين وخلق حالة من توازن الضعف. القيادي في الحرية والتغيير المجلس المركزي وجه رسائله للجبهة المدنية التي ستعقد اجتماعا قريبا في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، التي انطلقت منها هذه الجبهة، وهي القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري التي تضم الحرية والتغيير وفرع حزب الاتحاد الأصل وبعض القوى المدنية. الفكي طالب الجبهة المدنية أن تضع نصب أعينها الهدف الأول أن يكون وقف الحرب مهما كانت التنازلات، دون النظر للمصالح السياسية الضيقة. القيادي السوداني أيضا دعا إلى أن تكون الجبهة المدنية واسعة وتضم جميع السودانيين وتضغط لإيقاف الحرب. هنا شدد عضو المجلس السيادي السابق على دعوته للبرهان للاتجاه مباشرة إلى الحل السياسي في منبر جدة برعاية السعودية والولايات المتحدة، وناشد الفكي الرياض وواشنطن رعاة منبر جدة والمجتمع الدولي أيضا على استئناف المحادثات بين الجيش والدعم السريع ومحاصرة كل الجهات التي ترغب في استمرار الحرب. نتابع قوله. المجتمع الدولي ولمنبر جدة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، نحن نناشدكم بأن يتم الإعلان عن منبر جدة غريبا جدا، وأن يكون هذا مصحوب بخطاب إعلامي واضح. هنا أيضا وجه القيادي في الحرية والتغيير رسالته للإعلام الدولي بأن لا يتجاهل أو ينسى القضية السودانية، مشيرا أن نحو 7 مليون سوداني خارج منازلهم بسبب الحرب. نتابع أيضا تصريحه بهذا الشأن. الرسالة الأخيرة للإعلام الدولي إنه قضية السودان أصبحت قضية منسية. نحن نعرف إنه الإعلام دائما يسعى نحو الجديد وتفجر مشكلة الشرق الأوسط، البقعة الملتهبة والساخنة في العالم، خلى كل الأجهزة الإعلامية تنصرف إلى هذه القضية، ولكن عليكم مسؤولية غير المسؤولية الإعلامية، مسؤولية أخلاقية، إنه 7 مليون سوداني خارج منازلهم، القتل ما زال مستمر، الوضع الإنساني بالغ السوء، والسودان على شفا مجاعة. أيضا بالتزامن مع هذه المطالب السياسية لأطراف الصراع، هناك تصعيد يجري على الأرض والحرب بين العسكريين ما زالت مشتعلة. إذا انتهاني الحرب في شهرها 7، هذه التفاصيل إليك الآن الهواء. شكرا جزيلا. مشاهدينا من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي السوداني عمار عوض، ومن لندن أيضا ينضم إلينا عمران عبد الله حسن عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع. أهلا بكما. سأبدأ معك سيد عمار من القاهرة. سيد عمار عوض، ماذا تعني هذه الدعوة من عضو من مجلس السيادة الذي يرأسه ويشرف عليه عبد الفتاح البرهان؟ نعم محمد الفكي هو أحد أعضاء مجلس السيادة السابقين قبل 21 أكتوبر، الانقلاب الذي حدث ما بين قام به الجيش والدعم السريع في ذلك الوقت، لكن أهميته بتكمن بأنه بيأتي في ظل خضم لتحركات دولية وتحركات داخلية لإنهاء الأزمة في السودان بأسرع ما يمكن بعد أن استفحلت، وفي البال الزيارة المهمة التي يقوم بها في هذه اللحظات رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق جنرال عبد الفتاح برهان إلى دولة جيبوتي، وجيبوتي هي رئيس منظمة إيجاد، سيغادر بعد ساعات أيضا إلى أريتريا للقاء الرئيس سياسة فورجي. قبل أيام كان في أثيوبيا، ثم كان في أيضا في كينيا. ستكون هنالك قمة لمنظمة إيجاد في الأسابيع في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، ستتزامن أيضا مع قمة ستعقدها أو لقاء دعنا نقول ستعقده قوى الحرية والتغيير في شكلها الجديد الجبهة المدنية، في البال التحركات المهمة التي يقوم بها الرئيس الفكير مياردت الذي سيستضيف أيضا الكتلة الديمقراطية هذا الأسبوع بعد أن استضاف الحرية والتغيير، كل ذلك تمهيدا لانطلاق محادثات جدة بأن تكون فيها هارمونايز، تكون فيها يعني متجانسة ما بين الحرية ما بين الجيش والقوى الإقليمية، إذا كانت المملكة العربية السعودية أو إذا كانت منظمة الإيجاد التي ستضاف إلى القمة في جدة. في البال أيضا
الزيارة التي سيقوم بها جنرال عبد الفتاح برهان إلى إمارة دبي لأول مرة بعد الحرب، وكان هنالك كثير من الأحاديث في إطار قمة للقرن الأفريقي، كل ذلك يشيء بأننا ربما نتجاوز عنق الزجاجة عبر الحوار السياسي. ولكن في الوقت نفسه ما زالت قوات الدعم السريع تقوم بهجمات تحاول أن تحسن موقفها، وفي إطار تحسينها لموقفها تقوم بكثير من الانتهاكات التي ستصدر غدا في التقرير هيومن رايتس ووتش الذي كل المؤشرات تقول أنه سيدين قوات الدعم السريع للجرائم التي تمت في أردمتة، للجرائم التي تمت في مدينة جبل أولياء والتي تجري في هذه اللحظات أيضا في جبل أولياء وفي الأحياء المجاورة. طيب سيد عمار، يعني أنا اللي فهمته من كلامك، لا أريد أن أتأخر على ضيفي في لندن، بأنه في جولات مكوكية سيقوم بها قائد الجيش، ولكن حتى الآن لم يوجد أي التزام بالانطلاق من حوار سياسي لإنهاء الحرب التي ربما ستكمل العام بعد كم شهر. لا، هنالك التزام بأن يكون هنالك عملية سياسية قدمه الجنرال عبد الفتاح برهان عندما لقائه مع المبعوث السويسري، عندما لقائه مع مبعوث الاتحاد الأفريقي، بأن الجيش لا يرغب في أن يقود الحكومة المدنية، وأن الجيش يريد أن يكون هنالك حوار شامل. أيضا في البال التصريح الذي أدلى به الرئيس ويليام روتو الرئيس الكيني عند لقائه مع الجنرال عبد الفتاح برهان، في البيان الذي صدر مشترك بينهم بأنه ستكون هنالك عملية سياسية شاملة بعكس ما كان في السابق عندما كانت هنالك بعض القوى السياسية تريد أن تحتكر الموقف. هنالك تغير ألحظه ولا يمكن أن أتجاهله في هذه اللحظات. طيب سأنتقل إلى ضيفي سيد عبد الله عمران من لندن. سيد عبد الله، السؤال يعني لماذا حتى الآن لم نشهد أي تقدم طالما أن مباحثات جدة قائمة؟ طيب في البدء تحية لك أستاذة تهاني ولكل مشاهديك ولضيفك. أول حاجة سيدة تهاني، الآن الشهر السابع وما زالت السودان والوضع المتردي، الحروب أي مكان، الدمار أي مكان. الجيش أو النظام السابق خدع الشعب السوداني بحرب مفتعلة، والآن لم يستطيع أن يحسمها بعد أن وعد الشعب السوداني بأنه سيحسمها في ساعات. نعم. الآن الدمار أي مكان، الآن قواتنا تتقدم، الآن قواتنا استلمت. طيب أنا ما سأل عشان الوقت لا يضيع يا سيد عمران على التطورات العسكرية سندخل فيها لاحقا، ولكن الآن سؤالي، مباحثات جدة التي تعقد بين حين وآخر حتى وإن غابت عنها الأخبار بسبب أحداث غزة، ولكن لم ينعكس ذلك على أي تقدم على الأرض، من الطرف الذي يلقى عليه اللوم بعدم الالتزام؟ الطرف الذي يلقى عليه اللوم هو طرف الجيش، هو الذي من اليوم الأول هو الذي يتماطل، هو الذي يراوغ ولا يريد أن يستمر في هذا المنحى، ونحن قد أكدنا ذلك بصريحة العبارة في الأيام السابقة بأن هنالك بعض نقاط الخلاف. أول حاجة ما أريد أن أؤكده لك أن الآن النقاش مستمر بوقف الأعدائيات، لكن أيضا هنالك نقاط خلافية يعني متعلقة بمناطق السيطرة، وايضا نعم هنالك بعض الشروط التي طرحناها لها نحن لوفد الجيش بان التزم بها. فلا، ما هي هذه الشروط؟ اولها القبض على الاسلاميين الفارين من السجون والذين يؤججون هذه الحرب، واعطيت لهم مهله 10 ايام، الان مضت منها 5 ايام، نحن نتوقع خلال هذه الخمس ايام ونتمنى ان يلتزم الجيش بالقبض على هؤلاء المجرمين الذين اشعلوا هذه في اسماء معينه ثم يمكن المضي قدما في وضع. طيب النقطه الاولى، في اسماء معينه طالبتم بها الجيش؟ هنالك لسته طويله اعطيت للوساطه وسيتم نشرها في حينها، لسته متكامله، نحن قدمنا بطلب متكامل في كل الاسماء المطلوبين والان بيد الوساطه. طيب أنتم قلتم بأنكم تتقدمون عسكريا في الأرض، المرافق والمواقع المهمة التي تسيطرون عليها في العاصمة الخرطوم، هذا أولا. الأمر الآخر، في اتهام كبير لكم بتأجيج الصراع في دارفور والذهاب إلى حكم مركزي على غرار ما يحدث في العاصمة الخرطوم، إلى أي مدى قد يكون ذلك صحيح؟ أول حاجة نحن في التقدم دائما نتقدم يوم تلو الآخر، فقط في يومين الماضيين استلمنا منطقة جبل أولياء، هي منطقة مهمة جدا ومنطقة حيوية. أيضا كل مواقع سيطرتنا الآن نحن ما زلنا متمسكين بها، دارفور انتهينا بعد الاستيلاء على نيالا وجنينا وزالنجي، والأمس استلمنا على الضعين، وأمس أيضا هنالك عدد كبير من الشرفاء من قوات الشعب المسلحة في منطقة بابا نوسة
انشقت من الجيش واعلنت تمردها على البرهان وانضمت على قواتنا، ونحن يعني فقط يعني وقت قليل وسوف نستولي على كل مناطق دارفور وكردفان. اما بالنسبه لما ذكرتيه في الانتهاكات سيدتي الفاضله، الانتهاكات هي هذه حرب وفيها عدد كبير من الجيش من المتفلتين، هنالك عدد كبير من المجرمين الذين تم اطلاقهم بواسطه النظام السابق. الجرائم منتشره اي مكان، نحن هذا ليس بيدنا. الجيش ايضا ينتهك الحرمات، يقتل الناس. نعم الان لو شاهدت قبل يومين الجيش يقتل المواطنين في مناطق جبل اولياء، في مناطق مايو، في سوق المركزي. كيف الجيش يقتلهم وانتم سيطرتوا على جبل اولياء؟ كيف الجيش يقتلهم وانتم سيطرتوا على جبل اولياء؟ يضرب بالطيران سيدتي الفاضله، الخسائر هي ضرب الطيران، الطيران يضرب المواطنين ولا يستهدف قوات الدعم السريع. نحن كل القتل اللي يشاهدونه هو القصف. طيب. الطيران. طيب سننتقل الى جانب اخر مع سيد عمار. سيد عمار، يعني الحروب الداخلية تؤدي نوعا ما في بعض الدول إلى الانقسام، شهدنا ذلك في جنوب السودان. الآن هل ما جرى في جنوب السودان سيجري وسيسري في دارفور طالما أن قوات الدعم السريع تعمل على فصلها وتصبح حكومة مركزية على غرار ما يجري في الخرطوم، لأن ذلك متداول في الآونة الأخيرة؟ رأي حضرتك في ذلك؟ نعم، هو نظريا يمكن أن تقود هذه الحرب إلى تقسيم السودان، باعتبار أن الدعم السريع ستكون هذه واحدة من خياراته بأن يعلن حكومة في دارفور أو حتى يعلن حكومة في الخرطوم. لكن عمليا الدعم السريع كان موجود حتى داخل القصر الجمهوري وحتى هذه اللحظات، وحتى أنا أقول أبعد من ذلك، حتى إذا استولى الدعم السريع على القيادة العامة واستولى على الخرطوم، هو غير مؤهل أخلاقيا وغير مؤهل إداريا لأن يعلن حكومة، نسبة لأن العالم جميعه يعرف تماما تاريخ قوات الدعم السريع وحاضر قوات الدعم السريع في الانتهاكات التي قام بها، بالتالي سيكون عليهم من الصعب الاعتراف بهذه الحكومة. والشاهد على ذلك جنرال عبد الفتاح برهان يشارك الآن في القمة في السعودية، يشارك في الأيام القادمة في قمة الإيجاد، سوف يكون في الولايات المتحدة في النصف الأول من شهر ديسمبر. لكن قادة الدعم السريع لأنهم غير مؤهلين أخلاقيا وأياديهم ملطخة بدماء الشعب السوداني، لم يستطيع أي من رؤساء دول المنطقة أن يأخذ حتى صورة تذكارية. طيب. إذا كان مع عبد الرحيم حمدان أو إذا كان مع محمد حمدان أو غيره، نسبة لهذا التاريخ السيء. لذلك نظريا يمكن أن يكون تقسيم السودان، عمليا إذا حدث لن يكون هنالك أي اعتراف بهذا هذا المنحة. أيضا هنالك نقطة أخرى. تفضل. نعم. تفضل في النقطة باختصار عشان أسألك عن المحور الأخير. هنالك نقطة أخرى تتعلق بالجانب الإداري. حتى قوات الدعم السريع الآن بعد أن سيطرت على دارفور حرمت المواطنين في ولايات غرب وسط دارفور نتيجة لاستيلائها بالقوة على السلطة بأن يحصلوا على المرتبات، بأن يحصلوا على دعم الدولة المركزية، باعتبار أنهم الآن أصبحوا تحت مسؤولية قوات الدعم السريع التي يجب أن تتحمل هذه المسؤولية وتقوم بالصرف على الموازنة. طيب. في ولايات دارفور. نعم. كل هذه عقبات عملية. طيب سؤال أخير لك يا سيد عمار قبل أن يداهمنا الوقت، لماذا حتى الآن طالما في تقدم من قوات الدعم السريع على الأرض كما يتحدث السيد عمران، في جيوش وفي يعني أكثر من جماعة مسلحة في العاصمة الخرطوم، نتحدث عن 8 جيوش تقريبا، لماذا لم تشارك في هذه الحرب حتى الآن هي في موقع الحياد باختصار؟ نعم، جنود الحركات الكفاح المسلح الآن هم يتحدثون على أنهم يمكن أن يقاتلوا إلى جانب الجيش السوداني، وفي البال الخطوة الخطيرة التي يمكن أن تقسم ظهر البعير إذا أقدمت قوات الدعم السريع على احتلال مدينة الفاشر، بالتالي ذلك سيختلط الحابل بالنابل. لكن الآن هم يقفون في الحياد، وهذه مسألة مهمة جدا لا تتحول هذه الحرب إلى حرب أهلية. تقدم قوات الدعم السريع في نظري هو تقدم لا يمكن أن يستفاد منه، لا إقليميا لا دوليا ولا حتى داخليا. نعم. إذا كان المواطنين السودانيين يعتبرون أن الجيش السوداني هو لا يتقدم، من الواضح أن الجيش السوداني يعتمد سياسة
طويل كالمدى نفسي. انتهى الوقت في الساعة الأولى. حرفة النملي. شكرا من القاهرة الكاتب الصحفي السوداني أستاذة تهاني لو سمحتي أستاذة تهاني في أقل من في أقل من دقيقة. لماذا أقصد الوقت الوقت داهمنا. لا معلش سألتي أنت خلاك عادلة يا أخي. الوقت داهمنا. يمكن بإمكانك أن توزع الوقت بالمناصفة وإلا فلا تدعونا في منصاتكم حتى يعني يا أستاذ كان عندك وقت تقول رأيك الآن ولكن الوقت داهمنا يعني إحنا مرتبطين بإرسال. شكرا من لندن عمران عبد الله حسن عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع شكرا جزيلا لكما. مشاهدين بذلك نأتي إلى ختام الساعة الأولى من برنامج استوديو الحدث. دوما تابعوا الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. إلى اللقاء. ما مدى إقدام المواطنين على المراكز لحمل السلاح ودعم الجيش في هذه المعركة؟ الجيش الآن غير قادر على أن يفرض الأمن في البلد. احنا تعبانين وجينا ما لقيناك. لأي حد يعني هناك حركة مساعدات وتصل إلى المحتاجين. قوات الدعم السريع هي الآن في المنازل في المستشفيات وتطالب بأن تخلي هذه المناطق. يصعب الوصول ووصول هذه المساعدات لعدد كبير من المرافق باعتبارات كثيرة من ضمنها انتشار القناصة على عدد من البنايات. أخرجونا من هذه الحرب نحن بلد شعب مسالم. أعلنت الهدنة لأجل خدمة المدنيين. لماذا ربما عدم الالتزام من قبل قوات الدعم السريع؟ نحن أخي الفاضل تزمون تماما بالهدنة. يكون هناك طرف ثالث يبحث عن النفوذ. إن أنت لما تكون مسيطر على 90% من الخرطوم المفروض أنت تكون مسيطر على كل شيء. دعم سريع هل هي جماعات فعلا مسلحة جاءت من خارج الحدود؟ هل خلفت ضحايا سواء من الطرفين قوات الدعم السريع أم الجيش أم حتى من المدنيين؟ هل سيفي الحوثي بالتعهدات التي قطعها أمام الأمم المتحدة؟ هم يريدون الوصول إلى سلام عبر الضغط العسكري وليس عبر بناء الثقة. 3000 يوم من الحصار رسالتنا إلى المجتمع الدولي. الميليشيا الحوثية بتقصف مواقع القوات الحكومية بالمدفعية. اليوم هذه الميليشيات تمارس تمييز العنصري والتفوق العرقي. جماعة أيضا هي جماعة ذات ارتباط بالأجندة الإيرانية وصنعت لأذية الجيران. ما الذي بيد الحكومة للتصدي لكل ما تقوم به الجماعات الحوثية؟ الطريق هو المواجهة المسلحة مع الميليشيات والتحرير. الوضع الاقتصادي اليوم يتدهور وبحاجة إلى عملية إنقاذ عاجلة. الحوثيين لم يتركوا حقا من حقوق الإنسانية إلا واستهدفوه. كان يمكن للأمم المتحدة أن تتخذ حلولا أخرى. هل يمكن المجتمع الدولي أن يكون ضاغطا معكم ضد الميليشيات؟ منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة نترك أشياء من أجل أشياء أخرى. نحاول جاهدين أن ندرك أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسٍ. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. تتواصل المواجهات العنيفة. الوضع كارثي، هنالك معاناة كبيرة كما تشاهدون. كيف ستتعامل روسيا مع بدء الهجوم المضاد؟ الجيش الروسي فوجئ بأنه مضطر لحرب عصابات. خرسون وزاباروجيا تعاني كارثة إنسانية كبيرة جدا. هل يعني ذلك بالفعل لن تستطع موسكو حسم عمليتها العسكرية؟ المشكلة التي قد تفاجأ بها هي كسر الخطوط الحمراء. على الطرف الآخر هذا هو خط الجبهة الأول. تم إجلاء
1700 شخص من مناطق خرسون المختلفة. نشر سلاح نووي في بيلاروسيا هو استعراض قوة أم رسالة تهديد؟ أظن الغرب هو يريد استنزاف روسيا. هذا الهجوم كان لابد أن يحدث. هذا كارثة لأوكرانيا. كيف يمكن بأن أوكرانيا يمكن أن تفجر السد الخاص بها؟ من حولك في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من برنامج استوديو الحدث. إلى العناوين: إسرائيل تتسلم قوائم أسرى جديدة في يوم الهدنة الثالث قد تضم أمريكيين، وحماس تتهم تل أبيب بالتلاعب. شبهات حول سرقة إسرائيل أعضاء من جثث في غزة، ونيويورك تايمز تتحدث عن وتيرة قتل تاريخية. صور توثق ما فعلته إسرائيل في مستشفى الشفاء وأثار الدمار شاهدة على الاجتياح. الحرب في السودان تدخل شهرها السابع، وعضو سابق بمجلس السيادة يدعو البرهان للحل السلمي فوراً. تونس تتأهب بسبب حمى غرب النيل القاتلة، وفاة وعدة إصابات حتى الآن في مختلف أنحاء البلاد. مضت 5 أيام على اعتقال القوات الإسرائيلية لمدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سليمة، وحتى الآن ما زال مصيره مجهولا. منظمة الصحة العالمية قالت إنها لا تملك معلومات عن مصير مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سليمة، وأوضحت أن أبو سليمة اعتقل الأربعاء الماضي مع 5 آخرين أثناء مشاركتهم في مهمة قادتها الأمم المتحدة لإجلاء مرضى. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس اعتقال مدير مستشفى الشفاء، وقال إنه رهن الاعتقال لدى الشباك للتحقيق معه. وأعربت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء اختطاف إسرائيل لكبار الموظفين الطبيين في مستشفى الشفاء.
شمس طبيعي. جبات الشرطة بلا زي ما هم. قادة. مش شباب. يعمل استهداف للناس مش للحماس. في دكاترة ها. لا هم مغربين متبرعين من قلب يعني شايف عنا. كل الناس ذكر عليه كل واحد حط الناس قاعدين له. أنت متفرج قول نبي الأسماء. كما أظهرت صور تحول المستشفى الإندونيسي في غزة إلى أنقاض بعد القصف الإسرائيلي الذي طاله نشاهد. كل اللي بيقدروا يمشوا يتوجهوا عنا، الشباب البنات كل اللي بيقدروا يمشوا، المصابين يضلهم على الأرض، خلينا المصابين على الأرض، اللي قدر يمشي الشباب والبنات صفوا سطر، شباب سطر بنات، بعديها بدوا يحقوا مع واحد واحد. أول إشي شافوني أنا لابسة مريول أخذوني سحبوني أول واحدة، حكولي لابسة روتجينا. طبعا هو ما قربوش علينا من خوفهم من رعبهم، ما قربوا علينا، بس إيش كانوا يسحبونا لناحيتهم وروا عندهم تحقيق واحد واحد. ليش انت هان؟ ليش موجودة هان؟ قلت له حتى أسعف الجرحى. طيب شفتي هنا حدا من المقاومين؟ قلت له ما شفت حدا. طيب ليش انت كم يوم اللي كان؟ قلت لهم من أول بداية الحرب. قال بتعرفي كل المستشفى المداخل والمخارج؟ قلت لهم ما بعرف إشي، إنه في دور أرضي وبس. قال لي شوفي في الدور الأرضي. قلت له في بنك الدم، في الغسبغسلة، في كذا كذا. قال لي طب تنزلي معي أنا تحت. قلت له بنزل. ما رضي هو من رعبته، ما رضي ينزل معايا تحت على الأرض يشوف. بعت كذا جندي تحت يشوف وطلع، خلوني رهيني معهم لحد ما يجابوا حققوا مع شابين تمريض. أخذوا الشاب ممرض لأنه كاد لابس لبسته، أخذوه معهم. أخذوا كمان مصاب ذكروه بالاسم، يطلع معه كمان ثلاث ثواني تطلع، ذكروه بالاسم كان مصاب بلاتين، أخذوه معهم اعتقلوا. اعتقلوا الثالث فني أشعة بعد الضرب والتعذيب. أنا هددني إنه يضربني، قلت له والله ما بعرف حدا في حماس ولا بعرف القسام ولا بعرف حدا. في الضفة الغربية أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن إضرابا شاملا عم مدينة جنين، وذكرت المصادر أن الإضراب الشامل يأتي حدادا على أرواح قتلى المدينة ومخيمها في هجمات لقوات إسرائيلية، وذلك بعد اقتحامها جنين الليلة الماضية وتنفيذها حملة اعتقالات، إلى جانب قصف طائرة مسيرة منزلا ما أدى إلى مقتل ستة بينهم طفل.
في الجيش الإسرائيلي قتل في الضفة الغربية 7 فلسطينيين، 6 منهم خلال اقتحام واسع لمخيم ومدينة جنين، حيث طوقت القوات الإسرائيلية مشافي المدينة وهاجمت المخيم بالجرافات والطائرات المسيرة. وأفاد مراسل الحدث أن الجيش الإسرائيلي اختطف عددا من الجرحى من سيارات الإسعاف، أحدهم تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية قتل مستوطنين في بلدة حوارة قبل عدة أشهر. وقد أسفرت العملية إضافة للقتلى عن دمار كبير في شوارع المخيم وبعض البيوت. وأكد مراسل الحدث أن القوات الإسرائيلية انسحبت بشكل كامل من جنين بعد أن استمرت عملية الاقتحام نحو 12 ساعة، وكانت قد حاصرت معظم مشافي المدينة. واستخدم الجيش الإسرائيلي الجرافات في اقتحام المخيم، وشن عبر طائرات مسيرة 6 غارات في داخل المخيم استهدفت المقاتلين والمنازل. هم عاجزينه بالبرق وينزف. الله يرضى عليك يما، الله يرضى عليك يما، رضى ربي ورضى قلبي، الله يرضى عليك يما. مشاهدينا، ننتقل إلى شبكة مراسلي الحدث من دير البلح وسط قطاع غزة. تنضم إلينا الصحفية خولة الخالدي، ومن الحدود الشمالية الإسرائيلية اللبنانية تنضم إلينا أيضا موفدة الحدث رفاه السعد، ومن رام الله معنا مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان، وأيضا ينضم إلينا من الحدود الجنوبية اللبنانية الإسرائيلية مراسل الحدث محمود شكر. طيب، من دير البلح سأبدأ من دير البلح وسط قطاع غزة مع الصحفية خولة الخالدي. خولة، أولا يعني نريد أن نستطلع منك كيف تبدو الأجواء. قبل ساعتين كنا نرصد الأخبار التي تقول بأن الطائرات الحربية والطائرات الاستطلاعية للجيش الإسرائيلي كانت تحلق في سماء وسط القطاع، لك تفضلي. نعم، هناك كان تسجيل لخرق واضح في سماء قطاع غزة عبر استهداف الطائرات المسيرة لعدد من المزارعين الفلسطينيين في المناطق الشرقية لمحافظة مخيم المغازي وأيضا مخيم البريج، أسفر عن وقوع ضحية واحدة بالإضافة إلى إصابة شخص آخر كان يتواجد في المكان، وصلوا منذ قليل إلى مستشفى الشهداء الأقصى. هذا الخرق سجل الخرق الأكبر فعليا بالمقارنة بالخروقات الأخرى. هناك أيضا طيران حربي إسرائيلي ومسيرات إسرائيلية في مناطق مختلفة سجلت أبرزها في منطقة رفح في المناطق الشرقية أيضا في هذه الأثناء، وقامت بإطلاق نار متواصل على المزارعين. ننوه هنا بأن المزارعين الفلسطينيين حاولوا استثمار فترة التهدئة المؤقتة للوصول إلى مزارعهم وأراضيهم الزراعية من أجل قطف العديد من الثمار الموجودة في تلك المناطق. كلنا يعلم بأن منذ بداية هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كان هناك فقدان كبير في المنتجات الزراعية المتوافرة في الأسواق الفلسطينية، وبالتالي كان هناك شح واضح في هذه المنتجات الزراعية. حاول المزارع الفلسطيني الوصول إلى أراضيه من أجل توفير بعض من هذه الخضروات، الفواكه، المنتجات الزراعية المختلفة، ولكن باغتهم الجانب الإسرائيلي بعدد من الطلقات النارية والقذائف التي أطلقت من قبل المسيرات الإسرائيلية وفي عدة مناطق. نعم. طيب خولة، لا أريد أن أذهب عنك بعيدا، ولكن أريد أن أعرف منك يعني عندما وصلت الهدنة اليوم في يومها الثالث، دخول المساعدات كيف تم توزيعها على المستشفيات بالنسبة لعودة المياه، بالنسبة للوقود، بالنسبة للمواد الغذائية والمستلزمات الأساسية التي كان يحتاجها الذين نزحوا من الشمال إلى الوسط والجنوب؟ نعم، سأبدأ بقطاع المياه تحديدا. هذا القطاع لم يطرأ عليه أي تحسن حتى هذه اللحظات، هو منقطع تماما نتيجة لتضرره بسبب انقطاع التيار الكهربائي والتي أيضا تضررت بشكل واضح منذ بداية هذه الحرب الإسرائيلية. فبالتالي انعدام المياه في قطاع غزة، هذه الأزمة ما زالت مستمرة حتى هذه الأثناء. المياه المتوفرة هي مياه مقننة للغاية، يتم شراؤها من بعض المحطات وبأثمان باهظة للغاية نتيجة لعدم توفرها بالشكل الكافي، بالإضافة أيضا إلى
محطات تحلية المياه هي التي بدأت تعود تدريجيا والآن يتم توزيعها على المنازل بالشكل الملائم. المساعدات الغذائية والتي تدخل منذ بداية هذه التهدئة فعليا بدأ يلاحظ وصول هذه المساعدات إلى عدة مناطق وأبرزها مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، توزيع الدقيق، بالإضافة أيضا إلى غاز الطهي الذي بدأ يتوفر بشكل نسبي في بعض المناطق وعبر طوابير طويلة، ولكن إلى حد ما هو متوفر بالمقارنة بذي قبل. ولكن هناك أزمات أخرى ما زالت مستمرة، أبرزها أزمة المياه. المستشفيات الآن أوضاعها أحسن بقليل من ذي قبل، هناك توفر قليل للمستلزمات الطبية، ويبني المواطن الفلسطيني أماله على إدخال العديد من شاحنات المساعدات في الأيام والساعات القادمة. طيب نستطلع الأجواء الآن من رام الله، عبد الحفيظ جعوان. عبد الحفيظ، كان هناك الأخبار تقول بأنه إضراب شامل عما مدينة جنين، طبعا على حدادا على أرواح القتلى، لك أن تضعنا في صورة الأجواء في الضفة الغربية بشكل عام وفي جنين ونابلس، ويعني اقتحامات الجيش الإسرائيلي المتكررة، تفضل. نعم تهاني، هي الأوضاع بشكل عام في الضفة الغربية متوترة ومتوترة للغاية. الدراسة متوقفة في المدارس منذ أكثر من أسبوعين، الدراسة إلكترونية، الكثير من المؤسسات اضطرت لإغلاق أبوابها بسبب عدم مقدرة الموظفين على الوصول، وفي كل يوم هناك إضرابات وعمليات تشييع جثامين. هذا اليوم في جنين مرة أخرى كما ذكرت تشييع جثامين ضحايا فلسطينيين 5 قتلتهم طائرات إسرائيلية وقتلوا في الاشتباكات المسلحة العنيفة التي شهدتها المدينة. عمليا الجيش الإسرائيلي قتل من جنين ومخيم جنين منذ بداية أحداث غزة نحو 50 فلسطينيا، وهو رقم كبير. وتقول القوات الإسرائيلية أنها تسعى لتفكيك كتيبة جنين وبعض الخلايا المسلحة الموجودة في جنين أو بعض المحافظات الشمالية. ما جرى في جنين هذه الليلة كان قد جرى في طول كرم وجرى في مخيم بلاطة، اقتحام واسع القوات الإسرائيلية عدة ساعات، أصبح الاقتحام يعني يتواصل لنحو 10 أو 12 ساعة، تكون خلاله الجرافات بهدم بعض الطرقات وتعمل الطائرات المسيرة على قصف بعض الأهداف، وأيضا يتم تطويق المستشفيات واختطاف فلسطينيين مصابين بجروح نتيجة لهذه الاشتباكات قبل أن تنسحب القوات الإسرائيلية مخلفة هذا الدمار الكبير. حتى أننا أصبحنا نشهد حالة نزوح وإن كانت جزئية من مخيم جنين، مع كل اقتحام القوات الإسرائيلية يخرج الأهالي النساء والأطفال والشيوخ من داخل المخيم نحو مستشفى جنين الحكومي أو عند أقاربهم لحين انتهاء الاشتباكات، لأن عادة يتم فيها القصف في بعض الأماكن بالطائرات بشكل عشوائي ما يؤدي لسقوط عدد كبير من الضحايا. طبعا هذا في جنين. في بقية مناطق الضفة الغربية قتل فلسطيني جنوب نابلس وفلسطيني آخر هنا في مدينة البيرة المحاذية لرام الله. طيب عبد الحفيظ، هناك أخبار تقول بأن الناس أصبحوا يخافون بأن يتنقلوا ما بين القرى وما بين المدن في الضفة الغربية، ضعنا في أجواء وفي صورة ما يجري حول هذا الأمر. نعم بالفعل، هو هذا إن استطاعوا التنقل، لأن الكثير من الطرقات مغلقة وهناك حواجز وتفتيشات كبيرة جدا، وهناك تفتيش حتى لأجهزة الهاتف. يقوم الجيش الإسرائيلي الآن كل من يريد الذهاب من مدينة إلى أخرى يتفحص هاتفه، إن كان على الهاتف بعض الفيديوهات أو المواد التي تخص غزة أو ما شابه يقوم بحذفها، لأن الفلسطيني أصبح يعتقل على خلفية ما يحتويه الهاتف أو ما يكتبه على منصات التواصل الاجتماعي. وأيضا في الليل تقريبا هناك منع تجوال، التنقل من مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى صعب جدا بسبب الطرقات المغلقة وبسبب قيام المستوطنين بإلقاء الحجارة أو قطع الطرقات والاعتداء على مركبات الفلسطينيين خلال التنقل. طيب سؤال أخير لك يا عبد الحفيظ، هل هناك أسرى تم الإفراج عنهم من صفقة التبادل ما بين حماس وإسرائيل؟ أتحدث عن الأسرى من رام الله. من رام الله فقط، هي المرحلة الأولى من الصفقة تهاني هي تشمل النساء والأطفال. نعم هناك بعض الأطفال من رام الله وبعض النساء. اليوم كان هناك فتاة من مخيم قلنديا كانت قد اعتقلت قبل نحو 5 أعوام بتهمة تنفيذ عملية طعن، وهي محاذية جدا لرام الله. هناك من مختلف المحافظات الفلسطينية نساء وأطفال، ولكن كما قلت لك أغلبيتهم نساء وأطفال اعتقلوا بين العام 2014 إلى العام الحالي، وبعضهم يعني أطفال
أطفال اعتقلوا مؤخرا فقط. نعم، طيب نذهب إلى شمال إسرائيل مع موفدة الحدث رفاه السعد. أهلا بك معنا مجددا رفاه. اليوم الثالث للهدنة، كانت هناك طائرات إسرائيلية تحلق في سماء وسط قطاع غزة، هل من جديد حول أي اختراقات أو تحركات عسكرية للجيش الإسرائيلي على الحدود حيث أنت؟ نعم تهاني، الهدوء الحذر، الهدوء الأمني والترقب والقلق في هذه المنطقة هو الأساس، هو الذي يخيم على هذه الجبهة الشمالية، خاصة وحسب ما شهدناه في الأيام القليلة الماضية والـ 72 ساعة الماضية أن هذه المنطقة أو الجبهة الشمالية هي بعيدة عن الهدنة، إنها لم تدخل ضمن الهدنة بسبب الحوادث الأمنية التي شهدناها والتي رصدناها خلال الساعات الماضية وأيضا الأيام الماضية. المفارقة هنا تهاني في الوقت الذي تعود فيه بعض العائلات على جنوب لبنان إلى منازلهم، قبل قليل أصدر رئيس المجلس الإقليمي للمنطقة الشمالية بيان حذر فيه ودعا المستوطنين والمواطنين هنا والسكان إلى عدم العودة نهائيا إلى منازلهم، مذكرا أن هذه المنطقة لا تزال في خطر وأن التهديد قائم وأن القتال لا يزال مستمر، وقال أنها لا تزال منطقة حرب ومنطقة معرضة للخطر في أي وقت. لذلك نشهد أن هذه المنطقة لا تزال خالية، خاصة المستوطنات القريبة من الخط الأزرق التي هي تقع من خلفي لا تزال خالية تماما، يتجول فيها فقط الجيش بدباباته ومدرعاته. شهدنا يوم أمس أيضا كان هناك عدد من موظفي شركة الكهرباء الشمالية برفقة عدد من الجنود الإسرائيليين لحمايتهم اتجهوا إلى هذه المناطق الحدودية والمستوطنات لإعادة تصليح وصيانة الشبكة الكهربائية التي تعطلت بسبب القتال. هذه الشبكة مهمة بالنسبة لإسرائيل، شبكة الكهرباء على هذه الحدود، لأنها تشغل عدد كبير من الكاميرات والرادارات، توقفت عن التصليح بسبب بعد أن قتل أحد موظفي الكهرباء في هذه المنطقة إثر الاشتباكات والقتال، فتوقفت عن تصليحها. لكن يوم أمس بعد أن كان هناك الهدوء النسبي، دعينا نقول بعد أن شهدنا ساعات قليلة كانت هدوء، اتجهت قوة من الجيش مع الموظفي الكهرباء لإعادة تصليح وصيانة هذه لأنها مهمة. الآن الجيش الإسرائيلي بسبب هذا العطل الذي حدث بالكاميرات والرادارات اعتمد الفترة الماضية بشكل كبير على الطائرات الموجهة عن بعد الاستطلاعية، استخدمها بشكل كبير، خاصة يوم أمس شهدنا كان هناك تمشيط برا وجوا، أيضا كان هناك استخدام كبير للطائرات. أيضا يوم أمس كانت إحدى الطائرات التي كانت تحلق في سماء جنوب لبنان استهدفها، حاول أن يستهدفها حزب الله بصاروخ أرض جو. طبعا الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت هذا الصاروخ وأسقطته، ما قال الجيش الإسرائيلي أن الطائرة أتمت مهمتها وعادت بنجاح حسب ما ذكر. طبعا حتى يوم أمس كان هناك لا نستطيع أن نقول أنه اختراق أمني لأن هذه المنطقة لم تشهد هدنة، لم يكن هناك تصريح رسمي من الجيش الإسرائيلي أو من حزب الله أن هذه الجبهة ستدخل بهدنة. نعم. لذلك كان القصف متواصل. يعني دعينا نقول أن الطرفين نعم. كان يقولان نحن هنا ونحن مستعدين للحرب. نعم. نعم. طيب سأنتقل إلى جنوب لبنان، نستعرض الأجواء العسكرية في ظل هذه الهدنة بين حماس والجيش الإسرائيلي. محمود شكر زميلنا من هناك، محمود هل المناوشات ويعني إطلاق النار الذي وصف بأنه يعني مدروس بين الجانبين في هذه المرحلة ما زال مستمرا أم الأمر اختلف في جنوب لبنان؟ تفضل. نعم، لا خروقات عسكرية في اليوم الثالث، فغابت إطلاق الرصاص أو أيضا القذائف التي كانت تسمع أصداها، وآخر هذه القذائف كانت ليلة حيث انفجرت قذيفة من دون معرفة التفاصيل إن كانت عبارة عن قذيفة من مخلفات القصف أو كانت عبر قذيفة عند تماس الحدود. هذا اليوم يصح القول فيه إلى أن القاعدة الأساسية هي الهدنة ولا استثناءات أبدا من إطلاق الرصاص، ما عدا إلى أن الطيران الحربي الذي يحلق على مستويات متوسطة ومنخفضة في الاستطلاع هو لا يزال قائم وهو أيضا في الجو. يمكن أيضا ذهبنا إلى البعد الاجتماعي هو الأساس خلال اليومين، واليوم نتحدث عن عطلة لنهاية الأسبوع في لبنان، فالجل الأكبر من الذين تركوا منازلهم
منازلهم أثناء المواجهات عادوا بالأمس، وهم الآن وفي هذا اليوم يتفقدون منازلهم أو أيضا محاصيلهم الزراعية، وتحديدا في زراعة الدخان أو أيضا جني ولقطاف موسم الحصاد في الزيتون، أو أيضا يتفقدون الأثاث في منازلهم وماذا حلت بهم. هنا دعيني فقط أختم إلى أن مجلس الجنوب الذي هو هيئة تابعة للحكومة اللبنانية تقوم بعملية إحصاء ومسح لكافة القرى والبلدات حتى تدون ما هي المنازل التي قصفت أو تضررت أو أيضا الأضرار في البنية التحتية. طيب سأنتقل إليك خولة مجددا، يعني هناك بعض الأخبار العاجلة تقول مقتل مزارع برصاص إسرائيلي في شرق مخيم المغازي، إذا كان لديك معلومات حول ذلك تفضلي. نعم، كنا قد تحدثنا في ذلك سابقا، هم اثنين مزارعين ذهبوا إلى المناطق الشرقية المحاذية لمخيم المغازي والبريج لتفقد مزارعهم في تلك المنطقة، وهي مناطق زراعية معروفة في تلك المناطق. قامت المسيرات الإسرائيلية بإطلاق صاروخ زنانة واحد كما يطلق عليه هنا في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل واحد من هؤلاء المزارعين وإصابة الآخر، والذين وصلوا إلى هنا إلى مشفى الشهداء الأقصى منذ قبل ساعة تقريبا. هذه الخروقات ليست الوحيدة منذ تلك اللحظة حتى الآن، هناك عدد من هذه الخروقات سجلت منذ لحظتها إلى هذه اللحظة في مدينة رفح تحديدا، أيضا في المناطق الشرقية في مناطق قريبة من محافظة خان يونس أيضا، وما زالت الطائرات المسيرة تجوب أجواء المناطق الشرقية تحديدا في المحافظة الوسطى والمحافظات الجنوبية. هذه الخروقات حتى هذه اللحظة لم تعقب عليها أي جهة رسمية أو أي فصائل فلسطينية، فيما يبدو في عملية لاستمرارية استكمال هذه التهدئة المؤقتة في قطاع غزة حتى هذه الأثناء، خاصة مع استمرارية إدخال شاحنات المساعدات من معبر رفح البري إلى داخل قطاع غزة. شكرا من دير البلح وسط قطاع غزة الصحفية خولة الخالدي، ومن رام الله في الضفة الغربية عبد الحفيظ جعوان، وشمال إسرائيل كانت معنا موفدة الحدث رفاه السعد، ومن جنوب لبنان الزميل محمود شكر. شكرا جزيلا لكم. استديو الحدث مستمر وفيه أيضا. الطائرة الإغاثية السعودية العشرون متجهة إلى مطار العريش ونقل المساعدات إلى غزة. ما يتم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس. فقد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما. روسيا لن تنسحب من سوريا ولكنها الآن تعيد إعادة الموضع. هنا قبالة مدينة عين العرب هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو ضوء أخضر. هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات سورية تسيطر ومدعومة من قبل الروس. النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات من مهجمي عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية. هي حرب صمت، من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري، ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سوريا. كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف،
قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض الطائرة الإغاثية السعودية العشرون متجهة إلى مطار العريش الدولي في مصر، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة. وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طنا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فيما يستعد مركز الملك سلمان لإطلاق سفينة من جدة نحو بورسعيد في مصر تحمل نحو 1000 طن من المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة، تحوي أدوية ومستلزمات طبية، كما تحوي 38 حاوية غذائية. كما أعلن الهلال الأحمر المصري أن 80 شاحنة مساعدات إنسانية طبية و7 شاحنات وقود، منها 4 شاحنات تحمل غاز المنازل، عبرت معبر رفح الحدودي إلى قطاع غزة. وقال خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء إنه من المقرر إدخال 200 شاحنة مساعدات إضافية إلى غزة في إطار الآلية المتفق عليها خلال أيام الهدنة. هذا وأرسلت الهيئة الخيرية الأردنية 3 طائرات محملة 77 طنا من المساعدات الطبية لقطاع غزة. وأوضحت الهيئة أن المساعدات تحوي أدوية ومستلزمات طبية، مشيرة إلى أنه سيجري تسليمها للهلال الأحمر المصري في مطار العريش لإدخالها للقطاع. مشاهدينا، مع سريان الهدنة لليوم 3 على التوالي وصمودها، نستذكر في التقرير التالي أين وصل الجيش الإسرائيلي برا في قطاع غزة. منذ 27 من أكتوبر الماضي بدأت القوات الإسرائيلية عملية توغل بري في قطاع غزة بهدف فصل شمال القطاع عن جنوبه، وهو الأمر الذي نجحت فيه إلى حد بعيد فيما تقدمت قواتها في مدينة غزة. فكيف بدأ التوغل البري الإسرائيلي في القطاع وأين وصل حتى الآن؟ التوغل الإسرائيلي في القطاع انطلق من 3 محاور رئيسية، وهي محورين شمالا ومحور آخر في الوسط. في المحور الشمالي إذا انتقلنا إليه، نجد أن القوات الإسرائيلية انطلقت من الحدود الشمالية لقطاع غزة مستهدفة مدينة بيت لاهيا وبيت حانون، وبعد أن أكملت السيطرة عليهما توجهت لتطويق مدينة جباليا. أيضا في هذا المحور قامت القوات الإسرائيلية مدعومة بالدبابات بالتوجه ومحاصرة المستشفى الإندونيسي وكذلك مخيم الشاطئ وصولا إلى مشارف مستشفى الشفاء، وهي الهدف الرئيسي في هذا المحور للقوات الإسرائيلية. في المحور الأوسط نجد أن القوات الإسرائيلية تقدمت من مناطق جحر الديك، هذه المنطقة منطقة جحر الديك، فالمغراقة، فالزهراء، قاطعة شارع صلاح الدين، هذا الشارع الحيوي والأهم في قطاع غزة والذي يفصل شمال القطاع بجنوبه كما نشاهد. هذا الشارع شارع حيوي، وكانت القوات الإسرائيلية تهدف لفصل القطاع
شماله عن جنوبه كما نرى، وهو أمر نجحت فيه إلى حد كبير. أيضا إذا عدنا إلى هذا المحور، لكن توغل آخر للقوات الإسرائيلية حيث قامت من تل الهوى بالتقدم إلى مدينة غزة، وبالفعل دخلت قواتها هذه المدينة مصحوبة بالدبابات وصولا إلى مستشفى الشفاء. وهذه المستشفى ما زالت أو كانت الهدف الرئيسي أيضا في هذا المحور بحجة وجود أنفاق لحماس وكذلك مراكز قيادة هناك. طوال هذه الهجمات وطوال هذه الفترة كانت البوارج والزوارق الإسرائيلية تحاصر شمال القطاع وجنوبه، هذا الشاطئ بطوله كان محاصرا من جانب القوات الإسرائيلية، فيما المدفعية الإسرائيلية تقوم بدك الكثير من المواقع في هذا المحور. المحور الأخير وهو المحور الجنوبي، وهذا المحور أيضا كان هناك تدخل بري من جانب القوات الإسرائيلية. التدخل البري كان محدودا بهدف الوصول إلى مدينتي خان يونس ورفح، لكن الدور الأكبر في هذا المحور كان للطائرات والطيران الإسرائيلي الذي استهدف مدينتي خان يونس ورفح بصورة كبيرة، وكان له الدور الأكبر في استهداف الكثير من البنى التحتية في هذا المحور. طوال هذه العمليات وطوال هذا التوغل الإسرائيلي كان الطيران الإسرائيلي له اليد الطولة في سماء شمال القطاع ووسطه وجنوبه بصورة كبيرة، وتم تدمير الكثير من البنى التحتية في القطاع بصورة كبيرة. بالطبع هذه البنى التحتية كان منها المدارس التي تؤوي النازحين والتي لم تسلم من القصف، وكذلك مستشفيات القطاع التي استهدفت أكثر من مرة استهدافا مباشرا. صحيفة نيويورك تايمز قالت إن المدنيين في غزة تحت القصف الإسرائيلي يقتلون بوتيرة تاريخية في أقل من شهرين على بدء النزاع، وأفادت تقارير أن عدد النساء والأطفال الذين قتلوا في غزة يفوق ضعف عدد النساء والأطفال الذين قتلوا في أوكرانيا بعد عامين من الحرب. ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الناس يقتلون في غزة بسرعة أكبر مما كانوا عليه حتى في أكثر اللحظات دموية في الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا وأفغانستان، والتي تعرضت لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان. وبينما تقدر الأرقام الحكومية في غزة وجود نحو 7000 مفقود تحتجز إسرائيل عشرات منها، فإن جهات حقوقية أعربت عن مخاوفها من شبهات سرقة أعضاء منها. المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان هنا دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في احتجاز الجيش الإسرائيلي جثث القتلى من مجمع الشفاء الطبي في غزة والمستشفى الإندونيسي في شمال القطاع، كما لفت أيضا إلى حالات أخرى لاحتجاز جثث من محيط ممر النزوح إلى وسط وجنوب القطاع الذي خصصه على طريق صلاح الدين الرئيسي. وذكر هنا الأورو متوسطي أن الجيش الإسرائيلي عمد كذلك إلى نبش مقبرة جماعية جرت إقامتها قبل أكثر من 10 أيام في إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبي واستخراج جثث القتلى منها واحتجازها. وأشار إلى أنه بينما جرى الإفراج عن عشرات الجثث عبر تسليمها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تولت بدورها نقلها إلى جنوب قطاع غزة لإتمام عملية الدفن، فإن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتجز جثث عشرات القتلى الآخرين وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. وأثار هنا المرصد الأورو متوسطي شبهات سرقة أعضاء من جثث القتلى، بينها ملاحظات أدلى بها أطباء في غزة أجروا فحصا سريعا لبعض الجثث بعد الإفراج عنها، ولاحظوا سرقة أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب. لكن أطباء يعملون في عدة مستشفيات لفريق الأورو متوسطي قالوا إن الكشف الظاهري الطبي الشرعي لا يكفي لإثبات أو نفي سرقة الأعضاء، لا سيما في ظل وجود تداخلات جراحية سابقة لعدة جثث. مشاهدينا، ينضم إلينا الآن من رام الله الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. أهلا بك معنا سيد دكتور واصل. دكتور واصل أهلا بك معنا في برنامج استوديو الحدث. بداية، ما هو نوع
يعني أريد أن أسألك عن الهدنة، كيف تقيمون الهدنة أنتم الآن، ولماذا لم تدخل الضفة الغربية يعني من ضمن الهدنة التي رسمت مع قطاع غزة وتحديدا حركة حماس والجيش الإسرائيلي؟ الاقتحامات متكررة في الضفة، هناك عمليات قتل وعمليات أيضا أسر لبعض المواطنين هناك، تفضل. بالتأكيد نحن رحبنا بالهدنة في ظل استمرار العدوان والجرائم وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وما أسفرت عنه من ارتقاء عدد كبير جدا من الشهداء والجرحى والتدمير الذي يطال قطاع غزة، بالتزامن مع ما يجري أيضا في المحافظات الضفة الفلسطينية والقدس من خلال سياسات قتل وتصفية ومنع التنقل ما بين المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، أي بمعنى حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني. لذلك نحن نعتقد أنه منذ اليوم الأول لهذه الحرب العدوانية والإجرامية كنا نؤكد على أهمية وقف هذا العدوان وتضافر كل الجهود من أجل تحقيق ذلك وإدخال المواد الطبية والغذائية والإنسانية ضمن ممرات آمنة إلى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وكان الاحتلال يحاول تمرير هذه المواد من خلال سيطرته بإدخال نقطة في بحر احتياجات قطاع غزة. وبالتالي يعني كان هناك أيضا أهداف واضحة تماما فيما يتعلق بالتهجير سواء إلى سيناء أو إلى الأردن من الضفة والقدس، وبالتالي يعني قلنا أن هذه الهدنة يجب أن تكون مستدامة ويجب أن يكون هناك أيضا اتصالات تجري مكثفة من أجل الضغط على الاحتلال لاستمرار هذه الهدنة. الاحتلال منذ اليوم الأول كان يخرق هذه الهدنة، حتى اليوم هناك شهيد وهناك أيضا عدد من الأصابات في حادثين منفصلين تم التعرض بهما لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بإطلاق الرصاص الحي، وهناك أيضا خروج المسيرات، وبالأمس كان هناك محاولة لإفشال حتى التبادل الذي كان يجري من أجل إفشال الهدنة، لأننا ندرك تماما أن هناك مصلحة لحكومة الاحتلال حكومة نتنياهو الفاشية بأن يبقى شلال الدم الفلسطيني مستمر، لأنها تتغذى على استمرار هذا الدم الفلسطيني وعلى حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال. هذا الأمر مهم في ظل التحديات والمخاطر، في ظل أهمية استمرار هذه الهدنة من أجل الحفاظ على أبناء شعبنا الفلسطيني. طيب دكتور واصل، أيضا مقدرات شعبنا الفلسطيني. نعم طيب دكتور واصل، يعني هناك مباحثات حتى الآن لم تكن معلنة، ولكن خرجت بعد بعض التسريبات بأنه يجري العمل على تمديد هذه الهدنة. إن مددت هذه الهدنة، هل تعتقد بأن قد تختلف الشروط بإدخال الضفة الغربية من ضمن الهدن المقبلة، أم سيبقى الأمر كما هو عليه إن فعلا استمرت ونجحت هذه المفاوضات في ذلك؟ بالنسبة لنا واضح تماما أن هذا الاحتلال يحاول استغلال كل الفرص الممكنة في ظل دعم أمريكي لهذا الاحتلال من أجل استمرار هذه الحرب العدوانية والإجرامية، لأن هذه الحرب العدوانية 49 يوم من القصف والدمار وأكثر من 60,000 بين شهيد وجريح وتدمير يشاهده العالم أجمع، ولم يحقق الاحتلال أي من الأهداف التي يتم الحديث عنها، ولن يحقق ذلك لأن صمود شعبنا الفلسطيني برفض التهجير بالصمود على الأرض في المقاومة والكفاح والنظام من أجل حريته واستقلاله. اليوم يتم الحديث عن ما بعد الحرب في قطاع غزة، يتم الحديث عن فصل قطاع غزة من أجل ضرب مشروع إقامة دولة فلسطينية على كل الأراضي المحتلة في سواء في الضفة الفلسطينية أو قطاع غزة والقدس وحق العودة للاجئين، يتم الحديث عن ما يمكن أن يشكل ضربا أو مساسا بالتمثيل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية المثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. لذلك نحن أيضا نؤكد أن ما يجري في الضفة الفلسطينية هي حرب يومية من قبل قطعان وعصابات المستوطنين وجيش الاحتلال بتنفيذ سياسات قتل وتصفية وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في هذه الحرب العدوانية. طيب دكتور واصل، يعني المخطط الإسرائيلي وذكره أيضا ملك الأردن والرئيس المصري بأن هناك مخاوف من أن يتكرر ما يحدث في غزة يتكرر في الضفة الغربية نتيجة للتصورات الإسرائيلية، هل أنتم فعلا تتخوفون وتتلمسون بأنه ما يجري الآن هي بوادر لهذا المخطط الإسرائيلي؟ يعني تصوري على سبيل المثال سأضرب مثلا واحدا، هذا ما يسمى الوزير الأمن الداخلي بن غفير الذي أعطى رخصا لسلاح المستوطنين المستعمرين في الضفة الفلسطينية وفي القدس، 237,000 مستوطن تقدموا من أجل أن يحملوا السلاح، هذا يشكل رخصة قتل لأبناء شعبنا الفلسطيني كما جرى من خلال الدعوات التي لكل المواقع التواصل الاجتماعي التي يتحدث بها المستوطنون حول مسألة تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الأردن ومن قطاع غزة إلى سيناء. هذا الأمر بقي على الطاولة على الرغم من الموقف والتنسيق الذي جرى مع الشقيقة مصر ومع الشقيقة الأردن مع الدول العربية أيضا في إطار
القمة العربية التي عقدت في المملكة العربية السعودية، والتي كان الحديث يتم حول رفض التهجير، حول وقف العدوان، حول أيضا التأكيد على استمرار أن يكون هناك عملية سياسية تفضي إلى حقوق الشعب الفلسطيني على قاعدة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وأيضا القدس العاصمة وحق العودة للاجئين، إضافة إلى محاكمة الاحتلال والذهاب من خلال الضغط على المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الدولية. طيب حضرتك دكتور واصل، التي تكيل بمكيالين. نعم حضرتك حضرتك دخلت في مناحي سياسية، ولكن أنا الآن أريد أن أسألك، يعني ربما قد يكون هذا السؤال الأخير لضيق الوقت، إسرائيل كان هدفها من هذه العملية حسب ما تقول بالقضاء الكامل على الحركة العسكرية، وتتحدث هنا عن حركة حماس. هل هناك مساعي لضم حماس ضمن لمنظمة التحرير الفلسطينية كحركة سياسية؟ هذا بالطبع هذا ما نسعى من أجل تحقيقه، لأن حركة حماس هي جزء من النسيج الوطني الفلسطيني، وبالتالي الشعب الفلسطيني الذي يقع تحت الاحتلال المجرم وما يمارسه من كل عدوان وجرائم ضد الشعب الفلسطيني لم تبدأ في السابع من الشهر الماضي، هي بدأت منذ استمرار هذا الاحتلال بتصعيد عدوانه وجرائمه. العالم أجمع يشاهد ما يقوم به الاحتلال. على سبيل المثال، هناك ما يقارب 250 شهيد في الضفة الفلسطينية والقدس منذ بداية العام حتى السابع من الشهر، من السابع من الشهر الماضي حتى اليوم هناك أيضا أكثر من 250 شهيد، أي بمعنى أن الاحتلال ماض باتجاه محاولة فرض بقائه على الأرض، محاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني، محاولة استمرار سياسة القتل والتصفية من أجل الحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية، ومحاولة شطب حقوق الشعب الفلسطيني. الوزراء في هذه الحكومة الفاشية تحدثوا أنه لا يوجد شعب فلسطيني، ورئيس حكومة الاحتلال يتحدث أنه لا مكان لوجود دولة فلسطينية، وبالتالي هم أغلقوا كل أفق سياسي. نحن نتحدث الآن عن وقف هذه الجريمة، نتحدث عن رفض التهجير، رفض المساس بحقوق شعبنا الفلسطيني، نتحدث عن عملية سياسية تفضي إلى قائمة الدولة الفلسطينية وحق العودة والقدس العاصمة، نتحدث عن محاكمة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام المؤسسات الدولية، لأنه دون ذلك سيبقى الاحتلال في ظل دعم أمريكي في ظل صمت دولي يمضي باتجاه اعتقاده أنه يمكن أن يستمر في هذا العدوان والجرائم وحرب الإبادة دون مغبة مساءلته من خلال فيتو الأمريكي في مجلس الأمن، ومن خلال أيضا الحماية والدعم والإسناد من قبل الإدارة الأمريكية له والصمت الدولي الذي يغلف كل الردود الفعل التي تجري أمام أنظار العالم أجمع، الذي يشاهد الأطفال والنساء والمدنيين كيف يتم قتلهم بدم بارد من خلال القصف والتدمير الذي يجري قطاع غزة، وأيضا استهداف أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة من خلال المستوطنين المستعمرين وجيش الاحتلال. شكرا من رام الله الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. مشاهدينا، استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا. تونس تستنفر ضد فيروس حمى غرب النيل. تزويد أوكرانيا بالأسلحة وبهذه المعدات، هل هو إطالة أمد الأزمة؟ هذه الحرب أشعلت لتبقى وتدوم، القرار إيقاف الحرب في يد الولايات المتحدة الأمريكية. دقائق معدودة وتنتهي مهلة الهدنة. هل هذا الرفض الأوكراني سيترتب عليه تصعيد روسي لا محالة أم ليس بالضرورة؟ بدأ القصف الأوكراني وبدأ المرصد المحلي هنا يسجل الخروقات للهدنة. هل ما زالت كييف متمسكة بروايتها؟ ما يؤكد هذه الأعداد؟ حتى هذه اللحظة لا يوجد إقليم بشكل كامل في أيدي الروس، سوى طبعا شبه جزيرة القرم. بدل العملية ب 250 ألف دلوقتي بتوصل ل 700 ألف. هي حرب لا تزال تداعياتها متواصلة في ظل سؤال يطرح نفسه، إلى أين ستتجه هذه الحرب مستقبلا؟ نقف وإياكم الآن على مشارف مدينة درنة. من هنا بدأت الكارثة في درنة. هل يعني يستطيعون انتشال ناجين حتى الآن؟ وجدت جثة لأحد الأطفال أخرجها الغواصون أمامي. مدينة محيت بأكملها. أجلس الآن على عمارة منجرفة. فرق الإنقاذ التي تعمل هنا فرق شبكية لا تزال تحاول. هل يجري
السماح بدخول أي شخص إلى المدينة. يعني هناك بصيص أمل لإنقاذ بعض الأشخاص إذا كانوا تحت الركاب. الرائحة في الداخل لا يستطيع أحد أن يتحمل. ها هم الغواصون يستعدون للنزول في محاولة منهم لانتشال العديد من الجثمين. بقايا بشر، بقايا أرواح، بقايا أحياء. حتى نحن والإعلام وأهل دارنا بعد ما استوعبوا اللي صار معهم أو حتى اللي عم بيشوفوه هذه اللحظة، يعني هل هم ما زالوا موجودين؟ الآن أسئلة كثيرة حول الموضوع البيئي. الحدث مدينة درنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. استنفرت السلطات الصحية في تونس ضد فيروس حمى غرب النيل بعد تسجيل حالات وفاة وإصابة به، وسجلت إصابات به في بؤر مختلفة من البلاد. وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أن تفعيل جهاز اليقظة يعني استنفار جميع المؤسسات والجهات المعنية لرصد حالات الإصابة وتتبعها والقضاء على أسباب انتشار العدوى، مضيفة أنه منذ تسجيل أولى الحالات المشتبهة تم التدخل الميداني الكثيف لكل القطاعات في كل المحافظات وخاصة في المناطق التي تم تسجيل حالات بها. يعني وإحنا من أول ما سجلنا الحالات، أول حالات المشتبهة، وقع تدخل ميداني كثيف لكل القطاعات في كل ولايات وخاصة منها اللي إحنا سجلنا فيها حالات. مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع الطبي من العاصمة التونسية ينضم إلينا الدكتور رفيق بوجدارية، أستاذ بكلية الطب ورئيس قسم بمستشفى عبد الرحمن مامي في تونس. أهلا بك معنا دكتور رفيق. دكتور رفيق، بداية نريد أن نتعرف منك حول مرحبا. هذا الفيروس، يعني ما طبيعة هذا الفيروس، كيف يتم انتقاله، من المعرض للإصابة به؟ تفضل. صباح الخير، أهلا وسهلا. هو فيروس حمى النيل ولا حمى فيروس غرب النيل، هو فيروس معروف منذ آخر الثلاثينات، أول ما تم التعرف عليه في أوغندا، ومنذ ذلك التاريخ أصبح ينتشر بصفة دورية، خاصة اليوم يهم بلدان حوض الغربي للمتوسط، يعني شمال إفريقيا وأوروبا الغربية بالخصوص. تكثر يعني النزلات بهذا الفيروس خاصة من شهر أكتوبر إلى شهر نوفمبر، وهو الشهر الذي ولا المدة التي تتوافق مع مرور الطيور المهاجرة من وإلى إفريقيا عبر بلدان شمال إفريقيا. الخزان الطبيعي لهذا الفيروس هو الطيور المهاجرة والحشرات. الإنسان والخيول هم يعني تلحقهم العدوى بصفة طارئة، يعني مش بصفة طبيعية. بالنسبة لتونس هنالك ارتفاع في عدد الحالات كل 5 أو 6 سنوات، آخر مرة هو كان سنة 2018، وقبلها 2007 و2002 و1997، ولكن في غالب الحالات، الحالات هي بنسبة 90% تشبه النزلة الموسمية، يعني ما تنثماش فرق بينها وبين النزلة الموسمية، بعض الحمى، بعض الأعراض، أوجاع في الرأس، أوجاع في المفاصل، ربما بعض حالات التقيؤ، ولكن في نسبة قليلة أقل حتى من 10% تظهر عوارض أخرى خاصة على مستوى الجلد. نعم. والأوجاع طيب. والحمى تصبح حادة جدا. نعم. تؤدي إلى الدخول إلى المستشفى، وفي أقل من 1% من الحالات هنالك التهاب في السحايا الدماغية والتهاب طيب. في الدماغ، وفي هذه الحالات يعني في نعم. أقل من 1% تقع ربما حالات الوفاية. نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت طريقة انتقال هذا المرض من الطيور المهاجرة والحشرات، ولكن هل هو يأتي عن طريق لمس هذه الطيور؟ هل هو يأتي عن طريق مثلا التواجد في بيئة تتواجد بها الطيور؟ هذا أولا. الأمر الآخر، من إنسان لإنسان كيف تنتقل العدوى، وهل هناك لقاح للحماية منه؟ لا، الفيروس لا ينتقل من إنسان إلى إنسان، وهذا أمر يعني مفروغ منه، ما فيش حتى شك. الانتقال من الطيور إلى الإنسان يقع عبر الحشرات، هو تقليديا هو كان ثم نوع من الحشرات اسمه الكوليكس،
ولكن هنالك 70 نوع من الحشرات التي تنقل العدوى من نعم. الطيور المهاجرة إلى الإنسان. هل هنالك ظروف تشجع على هذا الانتقال من الطير إلى الإنسان؟ نعم، هي أولا ارتفاع درجات الحرارة وهذا كان صاير في المدة الأخيرة، والمياه الراكدة التي هي تشكل يعني مجال طبيعي لحياة الحشرات. لا يوجد تلقيح، ولكن يوجد تلقيح للخيول المريضة. وفي القديم يعني منذ مدة كان إذا كان المرض يصيب الخيول فهذا دافع إلى السلطات الصحية لكي تكثف البحث. شكرا جزيلا من العاصمة التونسية الدكتور رفيق بوجداري، أستاذ بكلية الطب ورئيس قسم بمستشفى عبد الرحمن مامي في تونس. شكرا جزيلا لك. أنتم أيضا مشاهدينا شكرا جزيلا لكم. أنا تهاني الجهني أشكركم دوما على كرم المتابعة. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، كما يمكنكم أيضا زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net لمعرفة كل ما هو جديد. شكرا لكم، في أمان الله.